التعليمات الثانية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تمت إعادة تفعيل الخدمة العسكرية بالمغرب، وذلك من أجل تقوية روح الانتماء للوطن لدى الشباب المغربي بمختلف فئاته، مع تمكينه من الحصول على تكوين عسكري وتأهيل مهني يفتح له فرص الاندماج في سوق الشغل. وبهذه المناسبة وباسمي واسم جميع الضباط وضباط الصف والجنود العاملين بالبحرية الملكية، أرحب بكم جميعا كمنخرطين في الفوج 36 للخدمة العسكرية، راجين من الله أن يكون مقامكم بيننا مفيدا لكم ولمستقبلكم من أجل تسهيل اندماجكم المهني والاجتماعي من خلال تكوينكم وتطوير خبراتكم ومهاراتكم في مجالات مهنية وتقنية شتى ستعود إن شاء الله عليكم وعلى وطنكم بالنفع الكثير. أنا الآن كنتواجد بالقاعدة الأولى البحرية الملكية كمؤطرة للجنديات. اليوم تم افتتاح الحفل ديال التجنيد بالقاعدة الأولى البحرية الملكية 3 جوتمبر، فتم قراءة التزامات الجندي، عرفوا بما لهم وما عليهم. القاعدة الأولى البحرية الملكية عندنا مجموعة من المؤطرين بما فيهم الضباط وضباط الصف والجنود، وعددهم كافي لإنجاح هذه العملية. بطبيعة الحال أغلبية المجندين اللي جاوا كان بشكل تطوعي، بالنسبة للبنات كان تجنيد بشكل اختياري، فبالنسبة للدراري المجندين اللي كانوا جايين بشكل إجباري، اون فوا بمجرد أنهم لبسوا الزي العسكري حسوا بالمسؤولية والانضباط. وضعية الاستعداد هي الأساس ديال جميع الوضعيات الأساسية بالنسبة للأوامر العسكرية. اليوم كان الافتتاح ديال الخدمة العسكرية واللي تقام حتى هو كان تقرأ عليهم التزام. الحمد لله كاع المجندين كانوا مستعدين باش يلتزموا بكل ما تلزم عليهم. عندنا مجموعة من الأطر اللي هما كفؤ وكانوا داروا بزاف ديال لي ستاج بيداغوجيك و ديفلوبمون بيرسونيل، منهم ضباط وضباط الصف والجنود. كان التفاعل ديال المجندين معهم كان تفاعل جد إيجابي، ولاحظنا واحد النوع من الانسجام بالنسبة للمجندين في الحياة ديالهم اليومية. واخا هادشي غادي يكون شوية صعيب في الأول، من بعد راه يرجع لكم بالخير. بالتأكيد إلا كنتو معقولين تبقيو على البلد ديالكم والوطن ديالكم وللخير لكم لعائلتكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.